حضرتك قلت كذا مرة درجة حرارته ودرجة حرارته، متوسط درجة حرارة الجسم، هل كل الناس درجة حرارتها زي بعض؟ طيب احنا قلنا في ظروف بيئية، يعني لو انت قاعدة في التكييف دلوقتي وجسمك هتلاقي درجة حرارتك منخفضة، لكن درجة الحرارة الطبيعية حوالي 37 37 لحد 37 ونص، زادت عن كده يبقى الشخص ده حرارته مرتفعة. المرتفعة بقى نوعين، مرتفعة من الدرجة البسيطة ومرتفعة اللي هي الحمى، الدرجة الحرارة العالية جدا اللي توصل و36 ل 39، و36 ونص دي ما 36 ده حرارة بتتحسب. طبيعية جدا، ماشي، يعني احنا لحد 37 ده طبيعي جدا، زدنا عن كده لحد 38 بنسميها درجة متوسطة، فوق ال 38 دي حرارة مرتفعة جدا. هل في حرارة منخفضة؟ يعني هل ممكن حرارة الجسم تنزل عن 36؟ طيب في ناس اللي هم طبعا اللي قاعدين في الجو الساقع في البلاد اللي هي درجه حرارتها منخفضه جدا بتاثر الجلد بيه، والناس بقى تاني احنا قلنا مريض الغده الدرقيه اللي هو المرتفعه بيشعر بالحراره. طب مريض الغده الدرقيه المنخفضه تحس ان هو جسمه بارد او ساقع، لان هو الغده او هرمون الغده الدرقيه بيعمل حاجه اسمها تحول او الحرق، فالحرق ده بيرفع حراره جسم الانسان، على عكس مريض الغده المنخفضه ممكن تبقى منخفضه الهرمون، ممكن تبقى حرارته منخفضه، او الناس اللي بتعيش في اجواء بارده على طول ده بتبقى ممكن حرارتهم منخفضه، ولكن ليس لها ضرر طبي زي طبعا ارتفاع الحراره، لانه بيأثر على اجهزه الجسم والمخ من ضمنها. ان الشخص اللي بترتفع حرارته عاليه جدا ممكن يخش في مسمى التشنج الحراري، لان الحراره قد تؤثر على اجهزه الانسان من ضمنها المخ ومراكز الحراره، ويشعر الطفل اللي حرارته مرتفعه يقول لك ده تشنج من الحراره. كذلك ضربة الشمس قد تؤدي إلى تشنج، على عكس الإجهاد الحراري الشخص لما بيشعر إن جسمه سخن يجب في ساعتها إن هو يشرب سوائل كتير، مية كتير، خصوصا في موجة الحر اللي جاية دي قد نشعر جميعا إن أنا أكسبنا في ارتفاع حرارة، أنا سخن، طب هو أنا عندي عدوى ولا دي سخونية حر ولا لا، لازم ناخد تاريخ مرضي. لو حراره بدون اسباب وفي خلال فتره الصيف والموجه الحاره دي قد تكون بسبب الاجهاد الحراري. طب لو حراره مع التهاب حلق قد تكون عدوى فيروسيه، حراره مع وجع في الأذن قد يكون التهاب في الاذن الوسطى، حراره مع مريض غده لا شوف غدتك عاليه ولا واطيه، شوف سبب الحراره ايه، حراره فتره هرمونيه للسيدات ممكن تكون خلال هذه الفتره، حرار شخص على طول في ضغط عصبي او توتر او قلق زايد قد يكون من توترك. الاسباب متعدده، يجب ان احنا نقعد مع الشخص اللي بيشعر بحراره على طول جسم، انا حاسس ان جسمي دافي على طول، قد يكون ده طبيعي، قد يكون عوامل هرمونيه، قد يكون عوامل نفسيه، قد يكون لو في فتره الصيف ومع الحر ده قد نشعر جميعا ان احنا جسمنا سخن.